صباح النور ومساء الخير، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من هامبورغ. هامبورغ الألمانية، هو في غير الألمانية هامبورغ؟ في هامبورغر. شوف كيف الصباح، النسمة العليلة هذه. أمس كان في مطر واليوم في مطر، الساعة 7 الآن من نافذة الفندق. الناس رايحين لأعمالهم، واليوم أمطار موعودة شكلها. وهذا من الصبح صاحي جالس شغال، أبغى أسوي حاجة. والله مشوار النورث كاب كله طريق يا شباب، 7000 كيلو. ف يعني اصور لكم المناظر والاشياء اللي على الطريق، استمتعوا. وقت الفطور الان، فطور خفيف. مددت يوم في الفندق هنا في هامبورغ المانيا، اريح وبس بروح مشوار كذا لمحل هنا معروف مشهور، له افرع كثير، اسمه لويس، محل درجات نارية. ف بروح اشوف كذا ولا حاجة اذا لقيتها عندهم، وعندهم كل شيء، كل بلا كل حاجة كويسة للدبابات. يلا يا ابني يلا. الا وارجع ريوس. هذا من فين جات المويه دي؟ جاء من برا ده، يعني برا مطر. ها المطر اصله ما تتوقع، يعني ساعة شمس وساعة مطر وساعة اجواء. يعني امس كان درجة الحرارة يمكن وصلت 34 الظهر. بسم الله. هلو. مرحبا. الدبابات كثيرة هنا، هم اللي يسافروا على دبابات كثير. حتى عندنا والله السنين ذي كثروا الشباب اللي يمشوا يروحوا على الدرجات النارية، يسافروا يستخدموها داخل المدينة وخارجها. شوف الجو كيف غيم وقف، ما في مطر. يلا تفتح ولا اتجاوز عنك؟ يلا بس الشنطة انتبه بالله. انتبه حسين، اطلع من هنا. هذا اصلا مدخل، هذا حسين. هيا شوف بالله يمين، يقول له درب الغانمين. سلامات يا حبيبي، ايش بك الجي بي اس؟ ايوه حتى منزل الخارطة انا اوف لاين، بس والله اخضر، يقول لي دربك خضر. المشوار قريب، 8 كيلو تقريبا. هذه هامبورغ. زمان اذكر فريق هامبورغ الالماني يلعب فيه لاعب انجليزي اسمه كيفن كيجن، خطير كان في وقته. بعدين اظنه جاء وقت درب الاتحاد. شوف بالله الطريق فين اخذني، شايفين كيف؟ بستان. يا سلام. ايش محل الدراجات ده اللي في البساتين ده؟ احسن فات من الشهر 25، ما شفت خلي أولا، خايف عليه من الخطر بين البساتين، شرقي حولي أولا، خايف عليه من الخطر
بين البساتين شرقي حولي أولا. يا ليوس انت فين يا ليوس؟ بين البساتين باقي 5 كيلو على ليوس هذا. شوف الخيول كيف الخير معقود بنواصيها الخير. باقي 2 كيلو ونص تقريبا على ليوس. جميل الطريق هذا. هذا المكان ليوس حل ضخم كبير. هنا المواقف هي هذا المكان. هذا ليوس. هلو هلو. عنده أشياء كثير. هلو. لبس. والله الواحد ما معه مكان يشيل بس ولا كان تقضينا. لكن إن شاء الله بإذن الله. Hello, you have a motorcycle cover? Cover? أخذت بعض الأشياء كذا الخفيفة الخفيفة من ليوس ب700 وشوية ريال. فرق اليورو بس في أشياء ترى غالية حتى لو طلبتها أونلاين. حتى في أشياء غالية. أخذت اللبس داخلي دائما. يمكن تشوفوني أحيانا أكون لابس كذا مفسخ الجاكيت ولابسه. هذا يتلبس تحت البدلة في صيفي وفي شتوي. أخذت صيفي أنا حقيقة. ما أدري ليه رحت من هنا ولا هو من هنا. المهم فأخذت طقمين. بعد ما رجعت من ليوس خلينا نقفل هذا. رجعت من ليوس حق محل الدراجات النارية. قلت خليني أسوي لي قهوة. طلعت المعوم معايا وغسلت بعض الملابس كذا سريع. نشرتها في الغرفة على الله تنشف بس. القهوة وفارة المويه يعني يبغالها ملعقة بن. أنا جالس أداري القهوة دي اللي معاها تخلص. يقول لك يا حلو يداري الوداد إلا الوداد داري. يلا يا أبو كفاية كده كفاية. وزبطت القهوة. دحين إيش نسوي؟ خلاص نطفي النار. طفي نار الشوك شايف والمسني بيدك. وبعدين نسوي هنا نصفي هنا عشان الهيل كثير. بس لا ما ينفع تصوير حج وعسوبة. ويا سلام سلم. صبينا القهوة وغطينا الباقي. نرجع له. مشكلة ما في تمر ولا في سنيكر ولا بس حلي بالفول السوداني. قهويت وجلس غسلت الملابس وطالع للسوبر ماركت. في سوبر ماركت هنا قريبة
من هنا ابى اخذ لي شيء كذا اسوي لي عشاء. يقول هو 1 مينت هنا بني، هذه هي هناك. جو غيم والله، ساعة شمس وساعة غيم، بس يعني كله على بعضه الجو حلو. شايفين المدغمج هذا كلب، ده لازم من الكلب. أجواء حلوة. السوبر ماركت، شوف أول ما تدخل جاب لك هذه الخضروات والفواكه، سلطات، من غير ما تطبخ ولا تنفخ. حسين، هي أشياء طيبة، بس الواحد ما يبغى يجلس يصور كمان وسط السوبر ماركت. جبنا السوبر ماركت رز زي كذا باكتات، شايفين، وعصير برتقال وشطة تباسكو الله يعين، وهذه ايش؟ سلطة، وهنا مشمش، مشمش شامي يخزي العين. الرز مع السلطة، كل هذه الحسبة انا اقول لكم كم. هنا تجي رسالة على نقول لكم بكم، عشان ايش؟ للجماعة اللي هم ايه بيسألوا عن الاسعار. والله ما جات رسالة من الراجحي، بس هي تقريبا ب 19 هور وحاجة زي كده. والرز عمالي مخمخ هنا، واخر حلاوة. ليش رايكم طبق رز بالخضار وهذا العصير برتقال طازة؟ يا سلام. بسم الله نبدأ إن شاء الله. الآن طالع من هذا الفندق، هذا فندق هامبورغ، جلست فيه يومين، أغراضي من بدري على دباب، كل شيء تمام إن شاء الله. لوكيشن 417 كيلو، من هنا إلى بيت الأخ العزيز غسان في هولندا، من ألمانيا إلى هولندا. وبسم الله استعنت بالله. إيش هذا مقفول؟ وقت 10 لسه، يعني ما صحيته ولا إيه؟ اوتوماتيك ولا في احد امس كان فاتح، ولا يمكن الكاميرا شافني فتح الباب. على العموم هو المطلوب. بسم الله استعنت بالله. الى هولندا، الى هولندا. امس ما رضي يفتح ذا، واليوم برضو ما يرضى يفتح، لكن نطلع من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. من هنا لا والله اللوكيشن ورا يا حسون، ده انت المفروض ترجع ورا ورا ورا. ورا نرجع ورا.
شوف التريلات والسيارات. الآن الساعة 10:30 صباحا طبعا، هذه داخلة جاي على جهة هامبورغ. أنا كذا متجه على اللي هي على هولندا في اتجاه أعتقد اللوحات تقول بريمن، مدينة بريمن أو. لكن شو السيارات كيف، الجو بارد 18 درجة شمس كويس، بالرغم انه قالوا الاحوال الجوية انه في امطار امس واليوم او قبل امس، الحمد لله يعني يتوقع الناس، ولكن ما يحدث الا ما اراده ربنا جل وعلا. شوف هذه المراوح تولد طاقة على الهواء. الله الله قد ايه كبر القطعة من المروحة. والله احيانا الزحمة، الحمد لله انه الجو بارد، يعني درجة الحرارة 20، الساعة 12:30 الظهر. الزحمة زي كذا تطول وانت مسافر، افترض خط سريع ما في زي كذا، فعشان كذا هم برضو يقدروا يعني يوخر يمين كذا. في بعض الشباب يقول لك هم يسووا كذا عشان سيارات الإسعاف، بس هم ما في إسعاف الآن، ويعني كرما ولطفا منهم بيديك يعني يقدر وضع راعي الدراجة النارية، بيوخر له شوية يعني، ما هو زي اللي جالس في السيارة ومريح. لكن الطريق مزدحم، في شغل في الطريق، واحيانا لا يكون في ساعة الذروة، يمكن في بعض المخارج انت يكون في مدن على اليمين على اليسار، ف يعني مشي الطريق شوية. هذه وقفة، وقفت قبل كذا عبيت بنزين. هذه وقفة باقي على الوجهة 172 كيلو، فلسه النهار يعني فول وطويل، ليني اريح هنا كذا اخذ لي كوباية شاي ولا قهوة. صار لي وقت ماشي في الاراضي الهولندية، وباقي على الوجهة بيت الأخ غسان 50 كيلومتر. الطريق ذا بطيء وفي إشارات وفي، بس ممتع يعني. هولندا ديرة الدراجات الهوائية. عجبني هذا المكان قبل بيت الأخ غسان. انتظرني، باقي على البيت 27 كيلو تقريبا، بس عجبني المكان ده. طبعا الآن في هولندا هنا، زي ما شفتوا اليوم مشيت من الفندق إلى هولندا، إلى موقع أخونا غسان. هو يتابعني على السناب وما قد تقابلنا، ولزم علي وقلت يلا انا على طريق ومحتسب نزور اخواننا هنا وكذا. ف المكان جميل هذا، عجبني، وان شاء الله بعد هولندا هنا على بلجيكا، ومن بلجيكا ان شاء الله على فرنسا على باريس، يعني ما راح اجلس مرور بس كذا، ومن باريس إن شاء الله إلى أسبانيا، ومن أسبانيا إلى المغرب، المغرب إن شاء الله بإذن الله إلى موريتانيا والسنغال، واللي يتيسر من الدول هناك أدخلها، لأنه التأشيرات هي اللي تحكم. إذا كان فيها تعب وتأشيرات زي ما حصل لي في أفريقيا ما وهذه الرحلة كنت بسويها العام، العام الماضي وقفت في ألمانيا، العام الماضي مشيت من جهة تركيا
بلغاريا صربيا إلى أن بوسنا وصلت ألمانيا، وكان ودي أكمل نورث كاب نفس الرحلة هذه، ولو حصلت كان حتكون أتعب يعني صراحة. النورث كاب لحاله حكاية صراحة. فما حصل العام الماضي. السنة يعني كنت ناوي أروح النورث كاب وبعدين أنزل أسوي نفس الرحلة هذه، أروح إلى إسبانيا إلى المغرب إلى شو اسمها ذي موريتانيا والسنغال ومالي إذا حصل. من زمان أنا نفسي أروح موريتانيا. موريتانيا الآن والمغرب راح يكون الجو حار، نقيض الجو اللي أنا فيه الآن. شوف الجو كيف لابس والجو بارد، الظهر الآن درجة حرارة 18-19، لكن هناك راح يكون هذا. ويمكن يعني أنا من الناس اللي يعني أحب الأشياء اللي زي كذا، فإن شاء الله هذه النية بإذن الله إلى المغرب وما وراء المغرب، وكله بأمر الله. الواحد يقول أبغى أسوي أبغى أروح، والنية موجودة قوية، لكن وما تشاءون إلا إن شاء الله. ما ندري إيش يصير، زي ما حصل في أفريقيا مثلا في 2019 أن حصل لي الحادثة وكسرت يدي يعني، لكن يعني تفاعلوا بالخير تجدوه إن شاء الله بإذن الله. وإلى بيت الأخ غسان، بسم الله. قريب من بيت الأخ غسان 850 متر هنا يمين، فننتظر الإشارة تفتح ونمشي. هذه الإشارة فتحت، يلا يا شباب شدوا حيلكم، شد الخطوة وعلى الكعب. وهنا قريب البيت، البيت جوا الشرقية، بعدين يسار من عند الإشارة، بعدين جوجل حتى مطلع لك إشارة كذا أحمر وأخضر ويعني مو مقصر. الشريحة هذه ما كانت شغالة في ألمانيا، ما أدري ليش اشتغلت، شاخذها من الدنمارك رحت فيها، ولكن هنا رجعت إيش سيرتها الأولى، صارت LTE الآن. يسار البيت يمكن هناك قريب يعني. هذه مدينة صغيرة كذا حلوة بصراحة، من كثر المدن اللي تمر عليها والشوارع والقرى صعب يا جماعة تحفظ، صعب. لو حفظت كم واحدة تنساها بعدين إذا جيت غيرها. فإن شاء الله نأخذ فكرة عن المدينة ذي من الأخ غسان، أكيد عايش له سنوات طويلة هنا. إلى البيت 550 متر، بسم الله. وهذه ما شاء الله الست راكبة على سيكل هوائي، دراجة هوائية. البيت هنا قريب البيت، فهذه الجهة كذا طالع لي. اظهر لي ابو الغسن. طبعا انا غسان ما قد قابلته ولا كله بال ايش فين 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 هنا كذا. ايوه هنا نشوف فين البيت. اين بيتك يا غسان؟ والله هذا دخلني شوارع وشوارع. ايوه حلوه البيوت هذه، جوا هناك حلوه البيوت هذه، يمين حلو اللوكيشن على طول اهو، البيت على اليمين تقريبا. ما شاء الله تبارك الله. وهذا الأخ غسان ساكن في رقم 51 وجالس في البيت اللي الثاني. أدق على هذا البيت،
هنا ها؟ عادي يعني امان ها، ما في شيء. امان ربي امان. يلا استودعناك الله. بسم الله.